احنا من دواعي سرورنا وسعادتنا ان احنا في هذا الشهر الكريم شهر رمضان المبارك، من دواعي سرور ان انا بشترك معاكم هنا في الدروس المحمدية. ومش عارف اوصف لك سعادتي ازاي بهذا الحضور وبهذا الجمع وبهذه الكمية الكبيرة من العلماء وفضيلة الشيخ عبد اللطيف النسيب الشريف. يعني لمست هنا، لمست حب كبير، ولمست يعني برضو في لمسة كده، لمسة من الحنان والجمال يعني حاجة بتخطف القلوب والله. يعني خطفت قلوبنا وارتاحت أرواحنا معاكم بسماع الدروس دي. فيها رسول الله. طالما في حب رسول الله إن شاء الله ستكون لها الرفعة إن شاء الله. بارك الله فيكم إن شاء الله إلى أن تقوم الساعة، وإلى الأحسن والأحسن وإلى الأفضل والأفضل، واشترك فيها كثير وكثير من العلماء والفقهاء لكي يتعلم منها الكثير من الشباب والكثير من لأن إحنا هذا الجيل، أو جيل سواء جيل العلماء أو جيل القراء أو جيل حافظين القرآن، كله جيل ذاهب، نحن ذاهبون. فلازم يعلم جيل آخر، لأنه هو الجيل الآتي اللي هيحمل راية بعد كل هؤلاء العلماء وكل هؤلاء القراء. فأتمنى من الله إن شاء الله بفضل الله وبفضل الشيخ عبد اللطيف برضه وسعيه وراء هذه الأشياء، إن شاء الله ربنا يكرم الإسلام على أيديه ويخرج لنا طائفة جميلة من العلماء والقراء.